خلوني ارجع مره تانيه للنادي الاهلي ومباراته الاخيره الحقيقه، ومباراه رائعه اداها النادي الاهلي. والحمد لله والشكر لله النادي الاهلي بيسير بخطوات ثابته في تدعيم صفوف فريق كوره. صفقتين حتى الان تم الاعلان عنهم رسميا، خالد عبد الفتاح وكريستو لاعب نادي النجم الساحلي. الكل شغال، هل لسه ما زال هناك صفقات؟ يا فندم لسه فيه. أنا بقول لحضراتكم المعلومة، في أول السنة قلت لكم إن المعلومات اللي عندنا اللي بتقول إن في صفقة أو اتنين، وإن اللعيبة اللي جاية من الأجازة دي إحنا هنعتبرهم صفقات. ضحكت وناس ضحكت وعملت وبتاع، ولكن في النهاية الحمد لله ناس عرفت، الحمد لله والشكر لله. الكلام اللي بنقوله كلام ولا غرض منه تطبيل ولا شيء آخر، ولكن بنقول لحضراتكم الحقيقة بطريقتنا. الحمد لله الفريق ماشي حتى هذه اللحظة بشكل جيد، بالشكل اللي بيرضي جماهيره، لأن جماهير النادي الأهلي غالية جدا 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 على كل الناس وعلى مجلس الإدارة وعلى اللعيبة. ودايما الهدف الأساسي لكل مسؤولي القلعة الحمراء هو إسعاد الجمهور. النادي الأهلي زي ما قلت لكم محمد الضوي و19 سنة، وإن شاء الله يكون لاعب مستقبل القلعة الحمراء، لاعب صغير في السن وصاحب مهارات عالية، وربنا يكرمه الفترة اللي جاية. خالد عبد الفتاح لاعب من سموحة على سبيل الإعارة لمدة 6 شهور مع وجود بند يتيح للنادي الأهلي أحقية ضمه نهائيا، ربنا يكرمه برضه. لاعب واعد وبيلعب في الباك اليمين، عندنا مشكلة الحقيقة في الباك اليمين بعد إصابة أكرم توفيق وكريم فؤاد، ولكن محمد هاني يقوم بدوره على أكمل وجه حتى الآن. لكن إن شاء الله في صفقات أخرى إدارة النادي الأهلي شغالة عليها، بس زي ما دايما بقول لحضراتكم مش هينفع نتكلم في أي تفاصيل، على الرغم من أن أنا عندي كل التفاصيل، ولكن لن أتكلم في أي تفاصيل إلا عندما يتم الإعلان عنها رسميا من خلال صفحة النادي أو قناة النادي. أتمنى أن احنا كل المجهود الكبير اللي بيقوم به كابتن محمود ولجنة التخطيط ولجنة التعاقدات علشان تتم الصفقات ويتم تلبية كل الاحتياجات الخاصة لكولر المدير الفني للفريق خلال الفترة القادمة. وزي ما قلت لحضراتكم الفترة اللي جاية هنشوف تعاقدات جديدة وتدعيمات.